أما عن حالة الطقس فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.